حافظت طول كرم نتاج الإعلان الذي قام أو الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القدس والذي اعتبرها عاصمة لدولة الاحتلال. الغضب الذي عاشه المواطنون عبروا عنه ليلا، في ليلة أمس خرج عشرات الشبان إلى الشوارع، قاموا ب أو جابوا شوارع طول كرم وذهبوا بمسيرة خلال من عدة مناطق من أجل التأكيد أولا على رفضهم للقرار هذا الذي اعتبره الشبان بأنه مجحف بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا طالبوا بحماية القدس وطالبوا بالتدخل العربي والعالمي من أجل تقديم الحماية والدعم للمدينة المقدسة المحتلة. أيضا أكدوا على مبايعة سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مرة أخرى من أجل الحفاظ على القدس والمقدسات في وجه ما اعتبروه مؤامرات. الشبان تجمعوا على ميدان جمال عبد الناصر وجابوا شوارع طول كرم في مسيرة استمرت لمدة ساعة تقريبا، عبروا عن غضبهم تجاه إعلان ترامب الذي اعتبروه دعينا نقول إعلانا مشؤوما جديدا يضاف للقضية الفلسطينية. أيضا اليوم وفي صباح اليوم كما نشاهد معظم المحال التجارية أغلقت أبوابها، وبالتأكيد هو في ضمن إعلان لفصائل العمل الوطني، حيث كانت فصائل العمل الوطني قد أعلنت حالة النفير العام من جهة والإضراب في مرافق الحياة كافة من جهة ومنها الإضراب التجاري، والمسيرة المركزية التي من المتوقع أن تخرج من ميدان جمال عبد الناصر عند الساعة 11 قبل الظهر. بالتالي نتحدث اليوم عن مجموع فعاليات كلها لتؤكد على التنديد والاستهجان والاستنكار لهذا الإعلان الذي أطلقه الرئيس الأمريكي والذي اعتبر فيه أن عاصمة فلسطين هي عاصمة موحدة لدولة الاحتلال. وبالتالي كما سنشاهد الآن على الكاميرا سريعا، نعم يعني قبل أن أنهي هنا حالة من الإضراب العام في المرافق التجارية يعم طول كرم، وبالتالي هذه الحالة ستستمر حتى الخروج بالمسيرة التي من المتوقع مع الظهر أن تخرج إلى كافة شوارع طول كرم. إلى هنا هذه هي الأوضاع في مدينة طول كرم وأيضا المحافظة بشكل عام. نعم شكرا لك مراسلنا من طول كرم إيهاب دميري ونتابع